السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، نجدد الترحاب بكم ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا اليوم أيها الأحباب الكرام استحضار الذكرى الوطنية الخالدة، ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة، وذلك لقول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله معناها أن هناك في مسار التاريخ البشري محطات مشرقة وقعت فيها إنجازات عظيمة، وهذه الإنجازات قد تكون دينية وقد تكون وطنية، الغاية منها أن تستفيد الأجيال اللاحقة من إنجازات الآباء ومن إنجازات الأجداد. ونحن المغاربة اليوم في السادس من نوفمبر نستحضر جميعا هذه الذكرى الوطنية الخالدة، ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة التي قادها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، والتي استنبطها من المسيرة المباركة، مسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة المكرمة عام الفتح الأكبر. وكان أبرز ما يدفعه لذلك وهو القرآن العظيم الذي جاء فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء فيه قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وجاء فيه آيات كثيرة تحث على التضامن والتكافل وعلى الوحدة والتآزر. ومن ثم كان شعار هذه المسيرة الخضراء أن يحمل المشاركون في اليد اليمنى نسخة من القرآن العظيم، وفي اليد اليسرى العلم الوطني. وقد حققت هذه المسيرة أهدافها، وصار العالم بأسره ينظر إليها بإعجاب عظيم. نحن اليوم نستحضر الذكرى 45 من انطلاق هذه المسيرة التي تعتبر الحدث البارز لمغربنا العزيز بعد الاستقلال. هي مناسبة لاسترداد أقاليمه الجنوبية في صحرائه. جاءت هذه المسيرة لتعلن للعالم أن المغاربة مهما كانت اتجاهاتهم ومهما اختلفت مشاربهم فإنهم سرعان ما يتحدون وحول سلطانهم وملكهم يلتفون، للوقوف صفا واحدا وللصمود جنبا إلى جنب، وذلك استجابة لداعي الوطن وتجاوبا مع مصلحة البلاد العليا وتلبية للنداء الملكي السامي. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نستحضر الأحداث التي كانت قبل انطلاق هذه المسيرة. معلوم أن المغرب تعرض للاستعمار في شماله وفي جنوبه، كان الاستعمار الإسباني وفي وسطه كان الاستعمار الفرنسي، والمغرب ظل دوما بلدة طيبة وله رب غفور، والمغرب كان يزخر بالثروات الطبيعية في الجانب الفلاحي وجانب البحار الممتلئة بالأسماك وخيرات المولى عز وجل كثيرة في هذا البلد الأمين، مما جعل أطماع الدول الاستعمارية تضع يدها على هذا البلاد. ثم بعد انطلاق حركة المقاومة وحركة التحرر تمكننا ولله الحمد من صد المستعمر. لكن إسبانيا ظلت تضع يدها على
الأجزاء الجنوبية من المغرب، وقبل أن تضطر للانصراف ما الذي وقع؟ تأسست جبهة مزورة، جبهة البوليزاريو، بدعم للأسف من الجارة الشقيقة العزيزة الجزائر منذ سنة 1973. في اللحظة التي بدأ الاستعداد الإسباني للجلاء من الصحراء، فبينما فرح المغرب وسعد من جلاء الإسبان، إذا بهم يغرسون هذا الكيان المصطنع المسمى بجبهة البوليزاريو. هل يمكن أن ندخل في عراق مع هؤلاء الناس؟ عبقرية المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه كان دوما يفضل الحل الدبلوماسي والحل السلمي على أن ندخل في العراق والصراع والحرب، لأننا على كل حال نبقى توحدنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصحراء الجنوبية هي مغربية بامتياز، فماذا علينا أن نفعل؟ هنا المغفور له الحسن الثاني بدأ يفكر في حل سلمي، فجاء إبداع المسيرة الخضراء المضفرة كمسيرة سلمية كبرى لاسترجاع المناطق الجنوبية من الاحتلال الإسباني، وأيضا لإجلاء الكيان المصطنع المسمى بالبوليزاريو. وهكذا بدأ يفكر ويدبر عاهل البلاد، وبطريقة أحيطت بجدار سميك من السرية والكتمان تم تنظيم هذه المسيرة الخضراء. نستحضر أنه في الخامس من نوفمبر في مثل هذا اليوم سنة 1975 انطلق ملك المغرب صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله تراه ليلقي على رعاياه الأوفياء من قصر البلدية بأجدير خطابا للشعب المغربي أعلن فيه عن انطلاق المسيرة الخضراء المضفرة. وفي اليوم الموالي السادس من نوفمبر انطلقت المسيرة الخضراء من طرفاية، وقد شاركت فيها سائر طبقات المواطنين من الشباب إلى الكهول إلى الشيوخ، من رجال الشارع إلى المثقفين إلى كبراء رجال الدولة إلى علية القوم إلى الزعماء. وعلى رأس المشاركين كان الملك المفدى آنذاك الحسن الثاني طيب الله تراه. والملفت للنظر أن المرأة المغربية بدورها كانت حاضرة بقوة وساهمت بحظ كبير ونصيب وفير، وانتظمت بحماس في سلك المسيرة، حتى إن السيدة الحامل لم تتخلف عن المشاركة. سيدة حامل جاءها المخاض ووضعت وليدها بالصحراء المغربية وسمته مسير، والآن عمره 45 سنة. لقد كانت استجابة للنداء الملكي بشكل مكثف. لعل المغاربة الذين عاشوا في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن يستحضرون بإجلال ويستحضرون بقوة ذلك الزمن الجميل، الزمن الذي كانت فيه الروح الوطنية قوية وجذابة، وكان فيه الالتحام بين العرش والشعب قويا ومعطاء. إنها كانت ملحمة حق للمغرب أن يفتخر بها ويلقنها لأبنائه وأحفاده حتى تستمر هذه الروح الوطنية والتابة في نفوس الجميع. لقد بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء المضفرة 350 ألف مواطن ومواطنة. وفي هذه المرحلة جميع أقاليم وعملات المغرب شاركت، فقد فتحت مكاتب في كل إقليم وعمالة لتلقي طلبات التطوع لانتقاء 350 ألف مشارك.
ولماذا هذا العدد بالضبط؟ لأن هذا العدد يمثل المواليد الجدد كل سنة بالمغرب. فالمغاربة كانوا يزدادون بنسبة 350 ألف كل سنة. ثم تم تحديد كوطة مسبقة للنساء 10% من مجموع المشاركين، أي أن عدد النساء اللواتي شاركن في هذه المسيرة كان عددهن 35 ألف امرأة. وتم تعيين 44 ألف مشارك من الرسميين والمؤطرين والإداريين. وساهمت الأطر الطبية بوفرة حوالي 500 طبيب وممرض وممرضة. بل إن المشاركة لم تقتصر على المغاربة، فقد شارك عدد كبير من الأحباب الذين هم مقتنعين بمصداقية هذا الطرح ومقتنعين بمشروعية الدفاع المغربي عن أقاليمه الجنوبية. فقد شارك عدد من السفراء في الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ومن أبرزهم شارك سفراء المملكة العربية السعودية كانوا في المقدمة، وأيضا سفير الأردن، وأيضا سفير قطر، وأيضا سفير الإمارات العربية المتحدة التي فاجأتنا هذه السنة بفتح سفارتها بالأقاليم الجنوبية، وأيضا سفراء أيضا لسلطنة عمان والسودان والجابون والسنغال وغيرهم من الدول العربية والإسلامية والإفريقية الشقيقة تؤمن بعدالة القضية المغربية، وأن الأقاليم الجنوبية هي من ملك المغرب، وأن الكيان المسمى بالبولوزاريو إنما هو كيان مصطنع صنعته للأسف الجارة الجزائر طمعا في أن تضع يدها على مناطق من مغربنا العزيز. لقد كان المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه كان أنذاك يضع خطة دقيقة لإنجاح هذه العملية، فهو من منطلق إيمانه بقضايا السلم وقضايا الهدنة وأنه كان ينبت الصراع والحرب والدماء، كان يحث الجميع على أننا نسير في خطى ثابتة نحو السلم والسلام لكي نجنب المنطقة حربا مدمرة. ومن ثم جاء هذا القرار الحكيم القاضي بتنظيم هذه المسيرة والداعي إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحوار لتسوية النزاعات. كان جلالة المغفور له الحسن الثاني يستشير السادة العلماء والسادة الفقهاء، وقد وضعوا له خطة مستنبطة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، كون أن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسترجع مكة المكرمة أمر أتباعه من المؤمنين والمؤمنات أن يدخلوا مسالمين بغير سيوف، وأن يرفعوا نداء التكبير والتهليل، ودخلوا إلى مكة المكرمة وقد وعدهم الله تعالى في كتابه العزيز بأن الفتح قريب، فنزل قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وفعلا نصر الله تعالى عبده ورسوله وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا في فتح مكة المكرمة. ثم أمره الله تعالى بأنه بعد الفتح لابد أن يواصل المسير نحو العمل الصالح من تنمية ومن عبادة وطاعة، فجاءت الآية التي بعدها المسمات بسورة النصر في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. مثل هذه الآيات القرآنية الكريمة وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة
هي التي كانت تؤطر فلسفة المغفور له الحسن الثاني باعتباره أميرا للمؤمنين، وهي التي كانت تؤطر سياسته لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية. من أجل ذلك فإن المتطوعين كانوا قد خرجوا من ديارهم متوضئين، وكانوا في هذه المسيرة يحملون في اليد اليمنى نسخة من القرآن العظيم، وفي اليد اليسرى الأعلام المغربية الوطنية، لم يحمل فيها سلاح أبدا، وذلك تأكيد على أنها مسيرة سلمية. ولما وصلوا إلى التراب، تراب الصحراء، صاروا يتيممون التيمم الطاهر من تراب الصحراء، فتيمموا صعيدا طيبا. والغريب في الأمر أن المغاربة كانوا أشبه بجسم واحد، جسم إذا تداعى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، انتقلوا وانطلقوا بقدر كبير من النظام والانتظام والدقة. وقد كانت الانطلاقة غريبة جدا ومباغتة لما أعلنها المغفور له الحسن الثاني من قصر أجدير. هنا إسبانيا سوف تفاجأ، لم تكن تتوقع أن المغرب سيخطط هذه الخطة الغريبة، وأنها لم تكن مطروحة عندهم في الفكر السياسي السابق. هذه الخطة غريبة لم تكن معروفة أبدا، ولكن المغرب استنبطها من سيرة نبيه وصفيه الملهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فانتفضت إسبانيا وعارضت المسيرة الخضراء بشدة، وطالبت عقد اجتماع لمجلس الأمن. وفي مجلس الأمن بدأت تدعي أن المسيرة ليست سلمية ولا هي عادلة، وادعت بأنها تخفي وراءها زحفا عسكريا مسلحا، وظنت بأن المغاربة المشاركين يخفون أسلحتهم حتى إذا وصلوا هناك دخلوا في عراك عسكري. ولكن تبين بأن كل هذا ادعاءات، فالمغاربة خرجوا بنية صادقة يرفعون نداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلهم كانوا يقولون صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. كلهم يرفعون صوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وانطلقت المسيرة الخضراء المدفرة. لكن إسبانيا سوف تعترض، وسوف تقوم بتحريك أسطولها البحري إلى المياه الإقليمية المغربية لإجبار المغاربة للعدول عن تنفيذ هذه المسيرة. بل إن إسبانيا أعلنت أنها قامت بإعداد حقول ألغام في مناطق مختلفة من الصحراء الغربية حتى تثير الفزع في قلوب المشاركين، ويخافون من انفجار هذه الحقول، حقول الألغام. لكن المغاربة كانوا يسيرون بكل نجاح وبكل ثبات وكل ثقة، كانوا يرفعون نداء التكبير ونداء التهليل. وقد نجحت هذه المسيرة الخضراء على المستوى الشعبي والإقليمي والعالمي، وتوغل المتطوعون المغاربة في الأراضي الصحراوية المغربية، وهذا ما جعل الإسبان يشعرون بأنهم مضطرين للعدول عن موقفهم المناوئ للمغرب وعن البحث عن حل لمشكلة الصحراء. ومن ثم بدأت اتصالاتهم بالمسؤولين المغاربة. هذا ما دفع ملك البلاد آنذاك الحسن الثاني طيب الله تراه أمام أنظار العالم الذي وقف مشدوها أمام هذه المبادرة التاريخية، فدفع الحسن الثاني طيب إلى إصدار أمره بعودة المتطوعين في المسيرة أن يعودوا إلى طرفاي مؤقتا حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للمشكلة. وفعلا رجعت الوفود إلى طرفاية، وفي 9 من نوفمبر سنة 1975 سيعلن جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه آنذاك أن المسيرة الخضراء
حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة إلى الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي إلى مدينة طرفاية. والحمد لله بعد هذا النجاح المبهر الذي حققته المسيرة الخضراء لازلنا الآن بعد مرور 45 سنة لم يفتر المغرب في الدفاع عن حوزة بلاده واستكمال تحرير أراضيه. استمرت جميع المبادرات التي قام بها المغرب، وفي عهد الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه صار على النهج والده المفدى الحسن الثاني وعلى النهج جده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحتفي هذه الأيام بذكرى مولده، والذي كان دوما يدعو إلى السلم ويدعو إلى الحوار ويدعو إلى التفاهم بالتي هي أحسن. ومن ثم أفرزت عبقرية محمد السادس حفظه الله ورعاه سياسة ما يسمى بطرح الحكم الذاتي. وفعلا الآن العديد من الدول صارت تدعم المغرب، فبالإضافة إلى الدول العربية جميعها والدول الإفريقية أكثرها والدول الغربية منهم الآن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بل وحتى إسبانيا وكل جامعة الدول العربية باستثناء الجزائر والدول الإفريقية، الكل يدعم سيادة المغرب على صحرائه الغربية، خصوصا بعد المبادرة الحكيمة التي اقترحها لحل النزاع عن طريق الحكم الذاتي. هذه المسيرة تسمى مسيرة، إنها لا تزال منطلقة، إنها لا تزال منطلقة في ثبات ونبات، تنطلق لكي تقوم بدعم الأقاليم الجنوبية. ولله الحمد والمنة من ينظر الآن في الأقاليم الجنوبية ابتداء من العيون وإلى الداخلة وإلى طرفاية وإلى وادي الدغب وغيرها سيلاحظ بأن هناك تغييرا جذريا لحق المنطقة، من منطقة صحراوية قاحلة صارت مدن كبرى آهلة بالسكان وفيها مسار تنموي عظيم ورائع. ومن زار هذه المدن ينبهر كيف استطاع المغرب على الرغم من الظروف الصعبة أن يقوم ببناء مدن كبرى في صحراء قاحلة. واليوم يحظى المواطنون في الأقاليم الجنوبية بكرامة العيش ويحظون بتنمية اقتصادية واجتماعية تسير بخطى ثابتة. ولله الحمد والمنة أوشكنا الآن على أننا نطوي هذا الملف وتعود الأقاليم الجنوبية كلية وبشكل شامل ونهائي إلى إلى إلى, إلى مكانها الطبيعي. فالمغرب كان في صحرائه وصحراؤه كانت في مغربها، فالصحراء في المغرب والمغرب في الصحراء لا ينسكان أبدا. ونستحضر هنا أيها الأحباب الكرام كيف كانت عدة مواطن تشحن أبناء الوطن ليؤمنوا بهذه القضية. ونذكر هنا قسم المسيرة الخضراء، نذكر لما كنا أطفال صغار في المدارس الابتدائية كنا نردده في مثل هذه المناسبات ونحن نرفع الرايات المغربية، نردد هذا القسم. أبناء هذا الوطن كانوا كلهم يرددونه بصدق وإيمان ويقين. هذا القسم حفظناه ونحن صغار ولا زال راسخا في الأذهان، ومفاده أنه يقول: أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعطرتي في سري وعلانيتي، والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي. هذا القسم الجليل ونحن أطفال صغار في المدارس الابتدائية كنا نردده ولا زال راسخا، ونحن الآن من باب الوفاء نلقنه أيضا لأبنائنا.
ونلقنه لأسرنا ولعترتنا في السر والعلم. ونستحضر أيضا أيها الأحباب الكرام أن كلما حلت هذه الذكرى كان يواكبها عدد من الأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية والأنشطة الرياضية، كلها تبين بأن المغرب يسير في الخط الصحيح، في خط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخط التلاحم والتكاتف. وكلنا كنا نقول نشيد المسيرة الخضراء الذي مفاده ويقول صوت الحسن نادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحة حرة، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مسيرة أم وشعب بولاده وبناته، شعارها سلم وحب والغادي سعداته، حاملين كتاب الله وطرقنا مستقيم، إخواننا في الصحراء يسألون الرحيم، يا قاصدين الصحراء أبوابها مفتوحة، مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة، فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن، بلا حرب بلا سلاح معجزة الزمن. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.